شخصية أثارت ولا تزال تثير فضول مواطني عين الدفلة بين الترفيه وزرع المتعة. يعني باش ياكل البيض خضار وباش ياكل يعني النجاره وشماع مسامير اللي نيون لي لومب التهم حتى دوك 50 حبه تاع بيض و5 لي بيتزا حتى مول البيتزيريا دوك لهنا ما قدرش باش يوفر له يعني الكميه اللي كانت طلبها. يعني هذا شيء غريب. خوتي خويا سليم هذا الله يعطينا من قلبه ما شاء الله كي يدخل عندنا نبداو كاع نترشوا نخافوا ما نكذبش عليك خافوا ليه كنا احنا كامل راه حاجه كبيره بزاف ما يخلي والو ما يطلق تكون طقوا على الكراسي وطوابلي ياكلهم. وجبة غداء سليم الأكل اليوم تمثلت في 50 بيضة مسلوقة وستة أطباق بيتزا. هي وجبة غداء عادية أنا كروتين يومي 5 بيتزا 6 بيتزا 10 بيتزا 50 حبة تاع بيض 60 حبة تاع بيض. يعني والمسابقات اللي كنت نديرهم كانت متقصرة على البيض. كليت 350 حبة تاع بيض في بوفاريك، شاركت في مصر ثاني معروفة بالبيض، شاركت حوالي 1200 حبة بيض مع منافسين آخرين وغلبتهم. كان لي الشرف أنني حصلت على المرتبة الأولى. هو عادي 10 بلاوات ولا 12 بلا ولا 13 بلا عادي. يعني حبه ذا ولو يكون معها جبنه تاع طعام، حبه ذا ولو يكون معها نقولوا بدون تعجبيغه تاع رايب. بالنسبه للعشاء بالنسبه للغداء 6 بيتزا 7 بيتزا 8 بيتزا 10 اذا كان الخير كاين حتى 20 بيتزا. وزاره الثقافه ووزاره السياحه باش يعاونوني معنويا باكثر منها ماديا باش نشارك في مسابقه طبعا تاع ماكله وان شاء الله نشرفوا الجزائر احسن التشريف. طيب وين نروحوا سعيد؟ الدور من نوفل شنو ناكلوا؟ الدجاج والحمد لله. مش بحش. مع اقتراب موعد تناول وجبه العشاء يتجول سليم وسط المدينه بحثا عن اقرب مطعم. هذا 10 دجاجه 20 دجاجه. سيده كما العاده 15. حاليا راني اتهمت 12 دجاجة وان شاء الله بالك من اللي نعاود ان شاء الله نزيد اذا جعت نعاود نزيد لك حتى 10 واحد اخرين ان شاء الله. انسان زين نوكلو مليح يبغي ياكل مليح لابيتي مفتوحه عنده. كي تجي لينا سليم دلوا 5 6 7 8 حتى 10 راحوا متهلين فيا معناتها ويحسنوا عاوني ويحسوا بيا ويعني ما يخلوش عليا. اللي خطرات نجي ناكل يعطوني زجاجات 3 دجاجات من عندهم رساله الى كل المطاعم الاخرى على مستوى القطر الجزائري. يشوفونا يتهلاو فينا يا 50 طبسي 60 طبسي 10 دجاجات 5 دجاجات احنا هذا واش نطلبوا احنا. المهم نفطر ناكل المكتوب اللي كتبوا ربي وخلاص. اخر رقم قياسي سجله الرجل الخارق سليم الاكول هو التهامه ل 40 دجاجه. تقريبا الارقام القياسيه اللي حطمتها هي في وجبه الدجاج 25 30 40 دجاجه على حسب الوزن على حسب الكميه على حسب الوقت. وعلى كل حال احنا ما زالت عندنا ان شاء الله مسابقات اخرى اللي نقدروا ان شاء الله نواجهوا بها منافسين واحد اخرين باش نلحقوا رقم قياسي 50 دجاجه او 60 دجاجه. وفي السهره يتوجه سليم الى احد المقاهي بوسط مدينه عين الدفله ليلتقي اصدقائه ويلتهم كل ما تبقى من اطباق الحلويات والمشروبات الغازيه. على الاخ سليم الله يبارك مضاري يجي عندنا هنايا وانسان الله يبارك ياكل وربي يحفظه ان شاء الله كيما خونا عند ربي. المحل القهوه قهوته ويدبر راسه هاك. وكاين القاطو هنايا الاغلبيه ياكلوا سالي. سليم غوستو منين داك توجور يجي هنا السيرفر نلقاه عنده سبيسيال جاز 10 منين داك دي فوا قلب بلا قلب اللوز بلا رولي قاطو دي فوا كاع فريكو يقول ناطوني شغل لومبيونس. سليم عندما يدخل المقهى وينطلق في الاكل يصنع الفرجه واجواء خاصه. وعرفناه احنا دائما كي نجيو نقعدوا هاكا نقصروا والاخر نتجمعوا يجي سليم يقعد معنا نورمال.
ما شاء الله ياكل وراكم تشوفوا قدامكم الشيخ. رانا نديرو نتراهنوا عليه شكون ياكل الا شحال ياكل شحال يقدر ياكل، رانا راهم خسرنا بزاف.